هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز إزالة حبة الخال التي تقع فوق الحاجب مباشرة إذا كانت كبيرة جدا وتسبب، تقول لي، إحراجا؟ هل يجوز لي أن أزيلها بعملية جراحية؟ لا بأس بذلك، إذا كان هناك علاج لها عند الأطباء وعملية يعني تجميل وإزالة التشويه لا بأس بذلك، أما بالعلاج الطب. نعم.